صباح الخير، شوفوا معي، في هون عنا عجلي اكتشفت اليوم صار معها التهاب معوي قوي جدا. هذه العجلي بلشت أول شي بإسهال أول يوم، ثاني يوم تأزم الوضع شوي وصار في دم مع الإسهال، وبنفس الوقت أنا حكيت نقطة عن التهاب السرة، كمان حبل السرة عنده. طبعا هذه العجلة عمرها 4 أيام أكثر شوي، 5 أيام، حبل السرة عنده منفوخ. شوفوا معي، ممكن يكون مرضها من حبل السرة، من الالتهاب الموجود بحبل السرة، مش بالضرورة يكون شي ثاني. طبعا عجلي مثل هي، شوفوا معي هذا البراز تبعها أو الإسهال، شوفوا كيف الدم. بالحيلة هي العجلة، إذا بنتفرج عليها من بعيد بنفكرها في هالشي وقوية، بس العجلة هي مريضة وعندها مشاكل بالمعدي. من الناحية هي نحنا بنقوم نعطيها أنتيبيوتيك، وطبعا نقطعها من الحليب مدة يوم ونص، نعطيها محلول ثاني مكون من الأملاح، طبعا إضافي إلى مضادات حيوية، وأفضل المضادات الحيوية هي البسكوبان والمربوسيل. طبعا المربوسيل ممنوع نعطي معه خافض للحرارة مثل الفينادين او فلونكسين. شوفوا معي العجلي كيف عجلي مريضة. طبعا هذا مثال صغير على التهاب الماوي ورا الاسهال، من شدة الاسهال شو اللي بصير. طبعا اذا نحنا اتبعنا بعلاجها في هاي الطريقة اللي حكيت عنها، العجلة ممكن ننجح وتطلع من المرض اللي هي فيه. طبعا قمنا بحقنا بالبسكوبان، وعطوهم عطول لازم بعد ما نحقنها بنوع من الدواء نغسل السرنك او الحقني ونستعمل الدواء الثاني. ممنوع استعمال الحقني باكثر من نوع دواء الا بعد ما تغسله طبعا او تشطفه. شوفوا معي هي العجلي حطانيها مضادات حيوية، وراح نجيب لها المحلول اللي حكيت لكم عنه بديل الحليب. شكرا.